مشاهدينا الاعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسعد الله صباحكم بكل خير وعافيه. اهلا ومرحبا بكم على صباح جديد مجدد بيطل على كل السودان بمختلف العادات والتقاليد والثقافات والاغنيات والفرح والجمال من خلال صباح الشروق. اسعد صباحكم بالخير وصباح الخير احمد. صباح الخير عليك يا ماريا، وصباح الخير على كل متابعينا الاكارم. تحيه الود والاحترام لكل الذين يتابعونا داخل حدود هذا الوطن، وتحيه صباحيه اكثر خصوصيه لكل اهلنا المغتربين في الخارج. مرحبا بكم وحبابكم من الساعه 8 لحد الساعه 10 ان شاء الله. انتم موعودون بعدد من الفقرات والمواضيع، وقفه مع الاخبار السياسيه في موقعنا الشروق نت، ووقفه ايضا مع الملف الرياضي ان شاء الله في نهايه هذه الحلقه. أكيد أجمل الأغنيات الصباحية من خلال هذا اليوم نستمتع بها سويا. إذن أهلا ومرحبا بكم وصباح الجمال والإحساس الراقي. يا جميل
مرحبا بكم مرة ثانية، شكرا جزيلا للزملاء في الكنترول على هذا اللحن الجميل من كلمات صلاح سعيد والحان صلاح ادريس، واستمتعنا بالاداء الطروب للاستاذ الفنان قام حسين شندي، الراقي احساسك، شكرا جزيلا لكم. احنا لسه متواصلين ومستمرين في بداية هذه الحلقة. البداية اكيد تحية الصباح لكل اهلنا ولكل احبابنا في كل السودان. اختلاف الولايات والعادات والتقاليد باقي في كل ولاية، وهو ما يميز كل ولاية عن اخرى. الولاية الشمالية بمختلف محليات في مجموعة كبيرة من النشاطات الجميلة اللي دائما بتعكس نشاط الولاية. واحدة من أشهر المناطق في الولاية الشمالية، يمكن نحن يعني ناس كتار بيعرفوها بالفول، بيقول لك فول السليم. نحن الليلة عاوزين نجيب سبب شهرة آخر لهذه المنطقة، وهو زواج العفاف. تحية لكل أهلنا في الولاية الشمالية وهم بيحافظوا على هذا الإرث الكبير جيل بعد جيل، تسهيلا وتيسيرا إنه الشباب يكملوا نصف دينهم. نتابع التقرير القادم من السليم في الولاية الشمالية. إنها فرحة، فرحة تتسع باتساع المناسبة، مناسبة تدعى لها أهل الخير لمساعدة الشباب لإتمام مراسم الزواج. نحن في الاتحاد الوطني بنبشر بانه ان شاء الله حنعمل لهم عبر الياتنا بتاعت التمويل، الشركه التمويل للشباب وغيرها، حنعمل ان شاء الله دراسات حتى انه نملكهم وسائل تحقق على الاقل الحد الادنى من الاستقرار. نتمنى انه نفعل شيئين، نملك هؤلاء الشباب قطع اراضي في قراهم ان شاء الله، في كل زيجه احنا نتقدم بها. نحن نتمنى انه الحكومة تبادر بأنه تسلم الاتحاد الوطني أو المتقدمين لهذه الزيجات قطع حتى يحققوا الاستقرار. نتمنى أيضا أنه يدخل بند نسبة الشباب في كل خطة سكنية. نحن بنقول نطالب ب 25% للشباب في كل خطة سكنية حتى أنه نمكن من أنه نقدم يمكن التيسير الأيسر إن شاء الله للشباب. صورة مجتمعية تحكي عن الترابط والتكاتف في محاولة لجعل الصعاب ممكنة تسهيلا وتسييرا ومحاربة للغلاء. العز بالأهل، عشان كده الزواج ده محظور الآن بكل الأهل وكل الأسرة. عشان كده بنقول والله الزواج المجتمعي تجربة جديدة ومتجددة، عشان نحن نضمن بها الاستمرارية ونسوق الناس لتيسير الزواج في زمان فيه ظروف اقتصادية ضاغطة شديد. عشان كده بنقول نحن دائرين تجربة الزواج المجتمعي تكون تجربة مستمرة. عشان كده نحن بنقول الآن عندنا 19 منطقة قدمت لزواج مجتمعي في عيد الأضحى إن شاء الله. كتاب الله على كتاب الله. ومثل هذه الفعاليات تعطي الأبعاد معان نحو التواثق والمضي نحو القيم السامية التي دعا لها الدين الحنيف. فكان هذا التجمع واللقاء من أهالي منطقة السليم بمحلية دنقلة تهنئة وتبريكا. وأبارك تبريكا حارا وتهنئة مستحقة لأخواننا العرسان والعروسات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم الذرية الصالحة والبيت الصالح والزواج المستقر والبيت المسلم الذي ينتج قيما مسلمة وذرية ملتزمة بإذن الله. بالعديل والزين والبساطة والسماحة كانت الفرحة متسعة ومتصلة بالجهود الشعبية والجهود الرسمية. ناجي فاروق الشروق، الولاية الشمالية، محلية دنقلة، السليم.
شكرا جزيلا لزميلنا ناجي فاروق على هذا التقرير الصباحي، وشكرا جزيلا لكل أهالي الولاية الشمالية على مجموعة النشاطات المختلفة الثقافية والجميلة من خلال المنطقة الشمالية. أيضا هنالك مناطق مختلفة بعادات وتقاليد بمناخات مختلفة تعبر عن إنسان المنطقة من خلال النشاطات الثقافية والرياضية والفنية. واحدة من المدن الجميلة واللي تعرضت لمجموعة كبيرة من خلينا نقول الفيضانات في الفترة الأخيرة من قبل سد مروي، كمان سد مروي بعد ما جاء الحمد لله حقق كمية كبيرة من الاستقرار لأهالي المنطقة. الآن أيضا هم مهددين بواحد من الإعصارات اللي احنا حنحاول نتكلم عنه من خلال هذه الحلقة مع ضيفنا داخل الاستوديو. نعم، احنا بنحيي كل أهلنا في الولاية الشمالية في محلية الدبة، وتحية خاصة لأهلنا في جرة بالولاية الشمالية، ونسعد أن يكون معنا سعادة العميد معاش عثمان بشير حامد الرئيس المراقب للجنة العليا لدرء آثار إعصار جرة. سعادة العميد أهلا ومرحبا بك ومنورنا في الصباح، صباح الخير عليك. حبابكم عشرة وأهلا بقناة الشروق، شكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة، ودائما هذه القناة درجت على أنها تكون في الموعد المحدد. الله يكرمك. أنا هنا نيابة عن نفسي العميد عثمان بشير حامد عضو مجلس تشريع الخرطوم من أبناء المنطقة، الرئيس المناوب للجنة درء آثار الإعصار، واللجنة برئاسة الدكتور عبد اللطيف محمد السيد أحمد ممثل الولاية في مجلس الولايات، ورئاسة الأخ أحمد علي أبو بكر السياسي الكبير والقطب الاتحادي الديمقراطي وأحد أعيان الغرية، ونفر كريم من الإخوة شكوا لجنة لدرء آثار الإعصار الذي ضرب غرية جرة قرب في يوم 14 رمضان 29 مايو السابق. طب كلمنا أكثر عن تاريخ المنطقة، عن الموقع الجغرافي. حقيقة غرية جرة قرب أو مدينة جرة قرب تقع في الولاية الشمالية في محلية الدبع منحنى النيل، وتقع بالتحديد في المنتصب بين الملتقى ومدينة الدبع. وهذه القرية حقيقة يعني أهلها بيمتهنوا الزراعة وبيمتهنوا التجارة، وهي من أعرق القرى في الزراعة، بحيث أنه يمكن مشاريع عندها مشروعين زراعيات، مشروع جرة بحري، هذا المشروع من عام 51، ومشروع جرة قبلي ده أول مشروع للتلوسة العليا، هذا المشروع أسس سنة 71، وكانت يعني لما جاءت الولاية عشان ما يوطنوا القمح في الشمالية، كانت ضربة البداية بتبدأ من مشروع جرة قبلي للتروس العليا. وأخذت الولاية يمكن الطورية الذهبية لمرتين متتاليتين كأحسن إنتاج على مستوى الولاية الشمالية. وفي نفس الوقت برضو هي الولاية في الإنتاج الزراعي أكثر ولاية منتجة للتمور والفواكه، ومشهورة بإنتاج فاكهة المانجو، ويمكن المانجا بتاعتها من أحسن المانجا الموجودة على مستوى السودان، ولما انتجه العاصمة بكميات الوفيرة بتنزل الأسعار بتاعت المانجا في العاصمة. سعادة العميد، يعني أهلنا في الشمال دائما بيسكنوا على أطراف النيل، يعني ولأنه النيل فيه خير كثير جدا، وفي كثير جدا من المناطق أهلها ما بيرجوا انه تجيهم مساعدات من برا او تجيهم دعومات عشان تبني لهم مدارس، تبني لهم جوامع، تعمل لهم خدمات. دائما اهالينا في الشمال بيعتمدوا بشكل كبير على نفسهم. يعني كلمنا عن شكل الخدمات الموجوده هناك والمؤسسات العمل اهالي المنطقه ومحافظين عليها لحد هسه. يعني نعم، حقيقه منطقه جرة بالذات اشتهرت بانه انسان من ارقى يعني الإنسان في الولاية. ويمكن يعني لأنها منطقة فيها مؤسسات كبيرة جدا وفاعلة، يمكن ما من المدن المهجورة، يعني أقرب المدن في المديرية الشمالية يمكن تكون ناسا يعني نزحوا دول الخرطوم أو خرطوم وهاجروا، لكن هذه الغر يمكن المدينة تعدى سكان الساعة قريبا 4000 دي المستغرين. بفضل إنه المهن الزراعية والمؤسسات بتاعتها والأبناء المنطقة في دول المهجر وفي الداخل، كل المؤسسات دي قاموا بها وبنوها بالعون الذاتي. يعني المدينة فيها مشروعين زراعيات ضخمات جدا،
وفيها كل المدارس بتاعتها، ويمكن قبل العام الدراسي دفعوا 400 مليون لتأهيل المدارس لاستقبال العام الدراسي، وحتى يمكن ناس وزارة المالية في الخرطوم حفزوهم لأنه هم يدعموهم لأنهم دفعوا هذا المبلغ بدعم مالي، ويمكن وزارة المالية قبضت هذا المبلغ الآن للظروف بتاعت الظروف الحاصلة الاقتصادية، لكن نحن الآن بندعوهم بأنه يفكوا هذا المبلغ لأنه فعلا الكمية الخسارة بقت أكبر من حجم وإمكانيات إنسان المدينة، خاصة أنه الاستعداد بقى للعام الدراسي مع الإعصار، يعني بقت كأنما هي يعني في حوجة أكبر. كلمنا عن قصة الإعصار اللي ضرب المنطقة في 14 رمضان. طيب حقيقة يعني المنطقة زي ما وريتكم مؤسساتها، برضو من مؤسساتها فيها نادي، هذا النادي كان منارة للإشعاع على مستوى الولاية، نادي عريق جدا، وكان في نفس يوم الإعصار ده يعني بيستقبل وفد من اتحاد الشباب في يعني إطار نشاطه الثقافي وكده، ويمكن حتى أعياد الاستغلال آخر عيد الاستغلال في سنة 2014 في الولاية قام في هذا النادي، وكل المناسبات القومية كان بتقام في هذا النادي. ويمكن يعني من 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 الضحايا الإحصار رئيس النادي استشهد في هذا الحادث، الله يرحمه ويغفر له إن شاء الله. والإحصار طبعا ضرب المدارس والوسائل بتاعت الخزانات بتاعت المياه والمركز الصحي وكل الجمعيات القائمة بتاعت الاتحادات القائمة ومنازل يمكن عدد كبير جدا من المواطنين الآن يسكنوا في العراء، يمكن يتأثر أكثر من 250 مواطن، منازلهم انهارت انهيار كامل وفيها بعضهم انهيار جزئي. فالحقيقة الحادث كبير جدا جدا، وده بيصهر إن شاء الله لا قدام يعني في بعض ما تعرضوا. نحن بنتكلم معاك الآن الصور بتعرض يعني في الشاشة. كلمنا لو في تقديرات يعني مالية للخسائر كم تقريبا؟ والله تقريبا يعني شكلت لجنة لحصر الخسائر بواسطة المحلية. يمكن التقديرات الأولية يعني للحاجات المهمة فاقت 2.5 مليار. اللي هي الأماكن الحيوية يعني. الأماكن الحيوية يعني المدارس والوحدات الصحية وكده، وبعض الناس اللي ما قادرين تاني يشيدوا منازلهم المعدمين خالص. ونحن يمكن الناس القادرين بعدناهم خالص من الشغل. 2.5 مليار اللي هو بالقديم 2 مليون، بالجديد 2.5 مليار ولا 2 مليار؟ بالجديد 2.5 مليار. 2.5 مليار. نعم. وحقيقة نحن في هذا المجال نشيد بالمجهود الكبير جدا اللي قام به الأخ ويعني والي الولاية الشاب دكتور ياسر وحكومة الولاية الشمالية، وبنشيد بالمجهود الضخم الكبير جدا اللي قام به الأخ دكتور عبد الكريم عبد الرحمن محتمد الدبة الذي كان حاضرا من الوهلة الأولى لبداية الإحصار ده وخاطب الناس وجامل الناس، ويمكن استقبل الحالات بتاعت الإصابات والجرحى وحولت الحالات يمكن الإصابات الكبيرة للخرطوم. ونشكر كل الإدارات بتاعت المحلية بتاعته التنفيذية والتشريعية والقيادات السياسية لأنها كلها قامت بدور مؤثر جدا جدا وخففت كثير جدا جدا من المعاناة. طيب شو عملت الحكومة يعني؟ هل آسف يا ماري على المقاطعة، يعني هل كونوا غرفة عشان تتابع يعني مسألة إعادة البناء مرة تانية، ولا شنو اللي قامت به الحكومة على أرض الواقع يعني؟ والله يعني نحن زي ما قلت لك يمكن لأول مرة نحس إنه المعتمد بتاع الدبة قام بدور كبير جدا، وبدأ يمكن في بعض الصيانة في المدرسة وشكل غرفة ودعم الناس ببعض يعني المعينات من مشمعات ومن غيره من خيام. وبرضو لا ننسى إنه برضو الهلال الأحمر في الولاية برضو قام يعني بزيارة للمنطقة ويعني برضو قدم بعض الدعم، وكذلك الباشمهندس عادل حسن بزيد جمع الوفد وهو دائما سباق في هذا العمل، ومتوقعين الناس زيارة أسعى لوزير التخطيط العمراني على أساس أنه يدشن يمكن قرية نموذجية أو مدينة نموذجية أصلا في الخطة الإسكانية الجديدة. يعني على الأقل الناس اللي اتمسحت بيوتهم دي هم في حوجة الآن أنه يبنوا بنا جديد ومن يعني بطريقة مؤسسة وبطريقة منظمة.
طيب الوضع الراهن هو كيف والفترة الزمنية المقدرة لكم من خلال اللجنة لأنه تعيد للمدينة هيبتها وتعيد مبانيها وخططها كلها كيف؟ والله الحقيقة نحن اللجنة العليا اللي شكلت دي يمكن في حالة غرفة عمليات، والآن أنا معاكم هنا وهذه اللجنة مشكلة لعدة لجان كلها يعني في اجتماعات متواصلة لاستجلاب الدعم، ونحن حقيقة نطمع بنهاية هذا الشهر نكون أعدنا أي حاجة لوضعها الطبيعي بإذن الله. والمواطن المدينة عنده قوة بتاع التحمل وقوة بتاع رضا بقدر الله وقضاه، وهو يعني مبادر جدا جدا، ونحن يعني من يعني متأكدين تماما بجهودنا وجهودنا وصمودنا وصبرهم مستعدين نتخطى هذه المحنة إن شاء الله. كحال كل يعني أهلنا في الولاية الشمالية دائما صبورين يعني. نعم. في كل الظروف. نعم. طيب هل وضعتوا مصفوفة للصيانة؟ يعني هل قررتوا إنه هتبدوا بالمنازل أول ولا هتبدوا بالمؤسسات التعليمية ولا المؤسسات الدينية ولا المؤسسات الصحية؟ يعني هل في خطة الآن وضعت اللجنة للصيانة؟ جدا اللجنة وضعت خطة مرتبة جدا. هنبدأ بالمؤسسات الصحية والمدارس لأنه الآن طبعا العام بدأ. وبنساعد الناس المعدمين نهائيا في الخطة يعني الخيار التالي بنساعد الناس المعدمين ما عندهم أي إمكانيات لأنه هو دلبونا حقيقة أن إحنا من استعراضة ما في زول حيقدر يبني تاني الأسعار ارتفعت جدا يعني يمكن لو حزينك وصل 850 جنيه لو حزينك. فحنساعد الناس المعدمين إن شاء الله، ونحن فعلا وضعنا خطة وإن شاء الله بنهاية هذا الشهر وبمساعدة الجهات اللي احنا نرجو منها انها تمد لنا العون يد العون حنتخطى هذه المحنة ان شاء الله بعون الله وبعونهم ان شاء الله. هي امنياتنا لاهلنا يرجعوا لبيوتهم سالمين طيبين، كل الناس الاطفال يدخلوا مدارسهم، المرافق الصحية تكون زي ما هي. ويعني ختاما كلمة تقولها لكل من يتابع الان من خلال هذه المحطة الصباحية، هي ليست بالمناشدة فقط ولكن بالحديث عن أهالي السودان وأهالي المنطقة وأهالي جزء ممكن يكون في أي حتة في السودان تحصل. والله أنا بناشد أول حاجة الإخوة في ديوان الزكاة الاتحادي والإخوة في وزارة الأوقاف الاتحادية ومؤسسات المجتمع المدني كلها وريال البر والإحسان إنه يقدموا يد العون، وأبنانا داخل السودان أبناء المدينة داخل السودان وفي دول المهجر أن يقدموا يد العون لهذه المدينة لترجع كما كانت، لأنها بتمثل بالمناسبة أنا بحتبير سلة غذاء الولاية الشمالية، وبالتالي هتأثر جدا جدا في 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 رفع الإنتاج والإنتاجية وتخفيف أعباء المعيشة بالنسبة للمواطن في هذه الظروف الصعبة اللي بنعيش فيها نحن. طيب يا سعادة العميد، يعني أخيرا قد ما يكون صعب على المؤسسات أنها تتواصل معكم يعني، لكن بالنسبة للأفراد الخيرين أبناء المنطقة في الخارج أو هنا في الخرطوم، هل عندكم أرقام حسابات في البنوك ولا عندكم تلفونات يقدروا يتواصلوا معكم فيها وكيف يوصلوا دعوماتهم؟ نعم يعني؟ نعم، نحن عندنا جمعية خيرية وهي غايمة بهذا الأمر وملكت كل أبنائها داخل وخارج السودان أرقام حساباتهم وبيتعاملوا مع هذه الجمعية وهي بتمثل حجر الزاوية في هذا الموضوع. عندها مقر؟ عندها مقرها، مقرها في الخرطوم، ويعني الناس عارفين مقرها وعارفين نمرة حساباتها ويتواصلوا معها يعني من قبل هذا الحدث. فنتمنى إنه الناس يتواصلوا مع الجمعية الخيرية وإن شاء الله يعني بنجتاز هذه المحنة بإذن الله تعالى يعني إن شاء الله موفقين إن شاء الله يا رب. وتحية سلام ومحنة ومودة لكل أهلنا في الولاية الشمالية، إن شاء الله دائما طيبين وعامرين وبألف خير وصحة وعافية. وهي أمنياتنا برضو لمزيد من الدراسات حول تغييرات المناخ وفقا لتغييرات العالم، إنه نكون دائما من خلال الإرصاد الجوي عارفين ممكن يحصل شنو لقدام إن شاء الله، باعتبار إنه خط أمن وسلامة لكل أهلنا في السودان باختلاف المناخات وتغيراتها. شكرا جزيلا سعادة العميد معاش عثمان بشير حامد الرئيس المناوب للجنة العليا لدرء آثار إعصار جرة، وتحايانا لكل أهلنا في الولاية الشمالية في مدينة جرة، إن شاء الله ربنا يديم عليكم نعمة الأمن والاستقرار يعني. وتواصل معكم وحنمشي النيل الأزرق.
الصمغ العربي والاستثمار السوداني، بوابة الاقتصاد الكبيرة العالمية اللي تخرج السودان من ضائقات كبيرة جدا، واللي رغم الحظر الأمريكي اللي كان موجود إلا أنه الصمغ العربي هو السلعة الوحيدة التي لم يكن عليها حظر، فبالتالي أهمية هذه السلعة وأهمية الاستثمار ولأي مدى يمكن أن تفتح للسودان آفاق وأبواب كبيرة من الاقتصاد العالي. نتابع هذا التقرير ومن ثم نعاودكم معنا. الاستثمار الغابي يبدو أنه حظي باهتمام الزراعيين استفادة من المقومات الطبيعية المحفزة لإنتاج الهشاب وتصديره. أنه شجرة الهشاب تحتاج لماء طبيعي، ففترة الثلاث سنوات دمازين ما شاء الله مشهورة بأنها الأمطار تبدأ مبكرة من شهر 5 وتنتهي متأخرة في شهر 11. إحنا إن شاء الله تعالى متوقعين الدفعة الأولى ما تكون أقل من 100 مليون 200 مليون دولار بأي حال من الأحوال، لأن نحن إن شاء الله تعالى بنزرع زراعة علمية وبنحصد حصود علمي، وبعدين بإذن الله حنكون نحن المجتمع المحلي عون له، ونحن عندنا 5% من ريع هذا العمل عمل خيري وقفي للمنطقة. إلى جانب الميزات الاقتصادية، يسهم المشروع في حفظ التوازن البيئي وزيادة المساحات الخضراء ضمن الخارطة الزراعية. أيضا هنالك اتفاق مع الشركة بأنه المستفيدين هم يكونوا السكان من داخل هذه الأحياء والنازحين، وده زيادة بتاعت خلق فرص بتاعت عمالة للمواطنين في هذه الولاية. نحمد الله سبحانه وتعالى كل ذلك يأتي نتبة لأن الرقعة الزراعية في هذه الولاية تتوسع وتزيد مع توسع فرص التأمين في هذه المنطقة. الاتجاه نحو دعم وتثبيت المحاصيل النقدية يمثل دعامة لها عدة أبعاد اجتماعية وتنموية. حزام الصمغ العربي بالولاية واستمرار عملية الاستزراع الغابي خاصة في الهشاب، وهو من المحاصيل الصادر ومن المحاصيل النقدية التي نعتمد عليها كثيرا. واليوم نشهد مع شركة الشكرة للاستزراع الغابي خاصة الاستثمار في مجال الهشاب، بداية الاستزراع لمساحة 8000 فدان. سيكون ذلك كله إن شاء الله في إطار الجهود المبذولة لترقية قطاع الصمغ العربي. وحتى يكتمل عقد الإنتاج تظل مقومات الاستثمار تحديا ضمانا للاستمرارية. ازدياد مساحة الأمان تبعها توسع في زيادة الإنتاج والإنتاجية عبر دخول مستثمرين في منظومة الإنتاج بالولاية. عامر عمر عبد الله، الشروق، ولاية النيل الأزرق، غابات خردنيا المحجوزة بالدمازين. مرحبا بكم مشاهدينا، شكرا لزملائي في كنترول على هذا التقرير. نعود نتواصل معكم من داخل الاستوديو، وحديث عن الخريجين الشباب هم وقود هذه الأمة، ويمكن واحدة من أهم الرسائل اللي نجتهد أنه نوصلها يعني منذ بداية العام 2017 ونحن ماشيين، يعني أنه ثقافة العمل الحر هي استقرار للشباب واستقرار لعملهم ورافد حقيقي أيضا للاقتصاد الوطني والدخل القومي. أكيد، وكل شاب بيكون عنده طموح مختلفة بيحاول يحققها من خلال حياته. واحد من الأجهزة اللي بتعمل على تحقيق هذه الطموح وفتح أبواب سلم التشغيل رغم الظروف الممكن أن تكون قاسية في الفترة الأخيرة، إلا أنه العمل المستمر والأبواب المستمرة من خلال الدراسات والخطط والمشاريع هي بتفتح للخريجين أبواب مختلفة. جهاز تشغيل الخريجين بولاية الخرطوم. للحديث حول هذا الموضوع معنا داخل الأستوديو الأستاذ سيف الدين الزبير، نائب مدير جهاز تشغيل الخريجين بولاية الخرطوم. يسعد صباحك أستاذ سيف الدين. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في داخل الاستوديو، ونحن سعيدين انه نكون مستضافين في قناة الشروق، القناة اللي بيحضرها كل الشعب السوداني وكل العالم. يعني مرحبا بك، احنا اكثر سعادة بوجودكم معنا، وانتم بتقوموا بواحدة من اكبر المهام يعني واعظمها. احنا دائما بيتكلم عن انه معونة الوظيفة ده ضيق شديد، يعني قد ما يقدر يستوعب كل الخريجين وكل الناس، فضروري تكون في واحدة من هذه المؤسسات. ويعني والأكثر دعوة للأمل والتفاؤل إنه هذه المؤسسة برعاية رئاسة الجمهورية وهي دائما متواصلة معكم في كل المشاريع اللي بتقوموا بها. خلينا مباشرة نتكلم عن شكل التعاون الجديد اللي بينكم وبين بنك التنمية الإفريقي.
واحد من المؤسسات المصرفية الكبيرة والعريقة. شنو المميز في هذا التعاون مع هذا المصرف وانتم عندكم علاقات مع مؤسسات أخرى كثيرة جدا يعني؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم مرة ثانية. أفتكر تجربة البنك الأفريقي هي تجربة مملوكة جديدة على السودان، هي تجربة موجودة لكن بالنسبة لجهاز الخريجين هي تجربة جديدة. يمكن إذا عملت معهم شراكة في عام 2017 ونتيجة هذه الشراكة كانت حصولنا على 1000 فرصة للتمويل الزراعي بمختلف مشتقاته، وتم تدريب 1000 شاب وشابة على المشروعات اللي حتنفذ، وبحمد الله يعني 1000 عندنا كان فيها نسبة 600 خريج وخريجة هم اللي نالوا التمويل النهائي. الجهاز هو اللي قام بالتدريب؟ الجهاز قام بالتدريب بالشراكة مع البنك. طيب كلمنا أكثر عن فرصة النجاح، ال 600 اللي نالوا يعني التمويل النهائي، العمل، استمرارية المتابعة معهم، نجاح المشروع في حد ذاته. واحدة من مقومات النجاح إنه المشروع كان تدريبه لمدة عام كامل. ودي واحدة من الحاجات اللي كان بتفشل مشاريعنا بها هي عدم التدريب. في السودان عموما في جهة الخريجين بالوجه الأخص إنه إحنا بنحتاج إنه الخريج لما يجي يقدم لأي مشروع لازم ينال الجرعة التدريبية الكافية عشان ينجح ضمان مشروعه. ودي نجحت في شراكتنا مع أخواننا في بنك التنمية الأفريقي إنه نالوا تدريب لمدة عام كامل، وتدريب يعني بأجر. يمكن حتى كل الوجبات والترحيل والتكاليف وكذا كانت على البنك، زائد حافز الخريج ذاته المتدرب لمدة العام. طيب الخريجين كانوا في المجال الزراعي فقط، هل في يعني أصحاب الدرجات العليا المميزة، ولا أي خريج زراعي في أي جامعة هو حاب يدخل من خلال البرنامج ده عرف وجو وأخذ التدريب؟ بعدك شكل التدريب ذاته كان شو؟ هل أكاديمي، هل تدريب إداري، هل تدريب زراعي؟ الفكرة كانت شو؟ طيب يمكن التقديم كان مفتوح للكل بكل التخصصات الزراعية الموجودة في السودان، والفرصة كانت لكل الناس. لكن بعد ذلك إذا عملت زي معاينات أخذت الفرصة النسبة اللي عاوزينها ناس البنك وتم التدريب عليها. ويمكن يعني ختامه كان قبل 3 شهور، ومن نجاحه إذا عملت فرصة ثانية جديدة الآن، والآن تقديمنا فيها شغال برضو في المجال الزراعي، نفس المجال الزراعي بكل التخصصات الزراعية. يعني المؤسسة الأكبر هو صندوق تشغيل الخريجين، يعني هو برضو بينتهي كثير جدا من السياسات، بيجتهد إنه يوفر تمويل لكثير من الخريجين. لكن يمكن واحدة من مشاكل التمويل إذا كان نقدر نسمي تمويل الخريجين ده تمويل أصغر، هي فكرة الضمانات، لأنه كثير من الخريجين ما بكون عندهم الضمانات الكبيرة دي. وأنا عارف إنه في اجتهادات كبيرة أنتوا قاعدين تقدموها يعني على مستوى المؤسسة في ولاية الخرطوم وحتى على مستوى الصندوق. شنو البشريات بالنسبة للشباب الخريجين فيما يخص مسألة الضمانات؟ يعني واحدة من المسائل المزعجة جدا كانت بالنسبة لكل الخريجين هي الضمانات، وبالنسبة للأسر مش الخريجين نفسهم. احنا في السودان الليلة لو البيت ولا الولد يتخرج من الجامعة وللأمر في البيت بيكون داير يمشي يتوظف طوالي، خوفا من الضمانات ذاتها. لا مش القيمة المادية، خوفا من انه يمشي يشيل تمويل ويتعسر وتبقى فيه مشاكل. لكن الحمد لله نحن مع التجربة واستمراره ونجاحها من نجاح لنجاح. أفتكر أهم واحد في الضمانات أنا بقولها هنا من هنا للخريجين إنه المشروعات تكون جماعية. إحنا دائما المشاريع الفردية بيكون فيها تخوف لأنه الزول اللي بيدير زول واحد، هامش الخطورة بتكون أكبر يعني. بتكون أكبر. عشان كده نحن نوصي إنه عشان نحن ننجح والخريجين ينجحوا والتجربة تنجح يا خريجين إنه المشروعات تكون جماعية. مشروع جماعي معناته تمويل كبير. تمويل أكبر نعم. لكن رغم ده حتى المشروع الفردي نحن الآن عندنا شراكات مع شركات تأمين لتأمين المشروع نفسه خوفا من التعسر. يعني دي واحدة من الضمانات اللي ممكن تضمن لكل الخريجين انه يشيلوا تمويل.
طيب كلمنا عن البرنامج الجديد، عن الفرص الجديدة مع البنك، وعن الفكرة العامة في انه هل ده المجال اللي انتم شغالين فيه في الفترة الحالية باعتبار انه الشراكة مع بنك التنمية الافريقي من خلال المجال الزراعي، ولا في برنامجكم من خلال بقية العام 2018 والخطة الممكن تكون مستمرة اكثر من كده في برامج تانية غير الزراعة لغير خريجي الزراعة هي ممكن تفتح فيها مشاريع مختلفة؟ اكيد اكيد، نحن يمكن عندنا تجارب كثيرة جدا لتمويلات مختلفة ولمشروعات مختلفة، ما هي المجال الزراعي فقط، يمكن حتى مجال الانتاج الحيواني والزراعة السمكي، ويمكن واحدة من المشاريع الكبيرة اللي بيعرفها كل سكان ولاية الخرطوم والسودان عندنا الحاضنات. يمكن مثال لذلك عندنا الحاضنة الأسمنتية في محلية كرري، وعندنا حاضنة الزراعة السمكي في محلية جبل أولياء، وعندنا الحاضنة الزراعية في بحري في مركز أبو حليمة، وعدد من المشروعات المختلفة، وحتى المشاريع الفردية بتتنوع من مشروع لمشروع. يعني يمكن نحن تركيزنا في المشاريع الزراعية والإنتاج الحيواني لحوجة البلد من الناحية الزراعية والإنتاج الحيواني والاقتصادية، باعتبار البيئة هي المساعدة أكثر والزراعة بالزبط. هي بالزبط. ممكن تكون يعني حتى ضمان النجاح فيها أكبر والاستفادة بتبقى للكل، للمواطن اللي هو الخريج اللي نفذ المشروع، وللدولة كحكومة في تسويق المنتجات الزراعية في الاقتصاد. طيب كلهم، معلش أحمد، بس هل كلهم بياخذوا نفس القصد من التدريب؟ يعني ما أنت بتشتغل على البرنامج الزراعي الآن صرفتوا فيه وفي تدريب وكذا، هل بقية المشاريع أيضا بذات القدر من التدريب والتوجيه والمواكبة لضمان نجاح المشروع؟ واحدة من شروط يحصل الخريجين للتمويل التدريب. أي مشروع يعني أنت عاوز تتمول أو عاوز له تمويل، عندنا الشرط الأساسي شهادة الدورة التدريبية، حتى لو جيت بخبرة مسبقة، حتى لو جيت بخبرة مسبقة، حتى لو عندك شهادة تدريب في نفس المجال اللي تجيت به، لازم تنال شهادة جهاز تشغيل الخريجين في الدورة التدريبية المعنية للمشروع المعني. ده شرط أساسي قبل ما نعلن الشهادات والدراسة الجدوى والضمانات وغيره. شرط أساسي إنك تنال الدورة التدريبية في المشروع المعني اللي أنت عاوز. طيب أستاذ فدين زبير، باعتبارك نائب مدير جهاز تشغيل الخريجين بولاية الخرطوم، ويمكن كان في واحدة من العقبات كنا نتكلم عنها في فترات سابقة هو إجراءات التمويل للنوع ده من المشاريع، يعني إنه الإجراء بياخد زمن طويل، ومرات الخريجين ذاتهم يعني بيكسلوا أو بيفتروا من الحكاية دي. وإحنا عارفين أنتوا قطعتوا شوط في الموضوع ده، تقريبا عملتوا مدى زمني 15 يوم تكون اكتملت فيه الإجراءات، أو ما لا يزيد عن 15 يوم الإجراءات تكون اكتملت. كلمنا عن نوع التدريب اللي بيتلقوه الموظفين في الجهاز عشان يكون عندهم الخبرة دي في معرفة إنه المشروع ده ممكن يكون مشروع ناجح، الخريج الجاي ده إلى أي مدى حيستفيد من الدورة التدريبية دي، برضو لازم تكون في عين فاحصة تانية يعني غير الإجراءات الورقية العادية. كيف بتدربوا الموظفين ذاتهم في الجهاز؟ يعني هل بتلقوا دورات هنا فقط ولا حتى في الخارج؟ طيب يمكن جهاز الخريجين يعني بمرور الزمن هو كان إدارة ثم صندوق ثم مؤسسة ثم الآن جهاز، يعني لو لاحظنا من الاسم ماشي في تدرج أو تطور. يعني الاستاف الموجود على مستوى الجهاز أفتكر استاف كوف واستاف مؤهل لأنه يدير العملية التشغيلية لجهاز الخريجين مع الخريجين، بداية من استقبال الخريج نفسه في مقرنا في جهاز الخريجين في ولاية الخرطوم شارع كاترينا، زائد مقرات الجهاز على مستوى المحليات السبعة. نفس الكلام اللي انت ذكرته، يمكن ما بنقول النظرة الفحصة، لكن الزول من يجيك بيجي بأفكار. الخريجة والخريجة بيكون شايل أفكار وهو جاي، فيهون المتردد وفيهون الحسم أمره وفيهون الزول الجاي يشوف الحظ شنو. فنحن بنعمل زي دورة تدريبية 10 ربع ساعة بتاعت حوار بيننا وبين الخريج نفسه، وبعد ذلك بيميز انه خريج ممكن يخش يدور او يشيل هذا المشروع. في خريجين نحن وصلونا بمشروع غير اليوم المشروع باعتبار انه تم نقاش بيننا وبينهم في حاجه محدده، وبعد ذلك بيتاخذوا ناسنا وتدريبهم بيقدروا يميزوا انه خريج ممكن ينجح في هذا المشروع ويفشل في هذا المشروع.
جميل. طيب هل المشاريع كلها مفتوحة في نفس الوقت؟ يعني ممكن أي خريج أو خريجة يجي يقدم مشروع بغض النظر هو الآن في اتفاق مع بنك معين أو مع جهة معينة في مجال محدد، ولا أنتم بتفتحوا فرص بس في الفترة دي تكون شغالين فقط على الجانب الزراعي، في الفترة دي فقط على الجانب الهندسي؟ الآلية بتاعت التقديم والقبول محكمة بزمن محدد أم مفتوحة في أي زمان وتحت أي عنوان؟ هذا سؤال مهم، ونحن نقول للناس اللي بيسمعونا خريجين والأسر أولياء الأمور إنه جاء خريجين ما عنده فترة زمنية للتقديم، شغالين طول العام 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع 6 أيام في الأسبوع في كل الأجهزة بتاعتنا، يعني في مغراتنا وفي على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي في استمارة بيملاها الخريج، وبعد ذلك بيكون عارف الشروط الموجودة. كل مشروعاتنا متاحة في أي زمن، والبنوك اللي بنتعامل معها يعني بنك المزارع، بنك الادخار، بنك الأسرة، برعاية من البنك المركزي بنك السودان. يمكن توجد محفظة للخريجين، وحتى نحن لما يتم نهاية العام بيكون في فائض مبالغ مالية يعني بتكون ترحلت من العام الحالي للعام السابق للعام الجاي، يعني الوفرة بتاعت القروش موجودة. يعني الخريجين تعالوا تفضلوا على جهاز شغل الخريجين كده. كلكم فكرة العطالة والقعدة وما لاقين شغل ولازم تتوظف في حتة معينة هي يعني ليست مجدية، يعني انه يكون عندك عملك وشغلك وفي النهاية يعني تصبح يعني رجل أعمال في يوم من الأيام من خلال مشروع صغير، فهي دعوة للكل المناشدة إنه قدموا لجهاز تشغيل الخريجين ونطلع من فكرة العطالة والبطالة والناس القاعدة وما لقى شغل بباب تاني يعني أربح وأكبر. يعني القضية كبيرة طبعا، القضية بتاعت البطالة والعطالة يمكن جهاز الخريجين لوحده ما بيقدر يكفيها ولا الدولة، لكن الحكاية عاوزة شراكة من كل مؤسسات المجتمع الحكومية والرسمية، ونحن بنناشد رجال الأعمال والقطاع الخاص إنه يكونوا قريبين لجهاز الخريجين، لأنه القضية حقيقة قضية مؤرقة، قضية البطالة والعطالة، ونناشدهم إنه يعملوا معنا شراكات. نحن الآن عندنا شراكات مع الأجهزة الرسمية الموجودة، ومن هنا نحن نشكر إخواننا في ديوان الزكاة ولاية خرطوم لشراكاته لنا في الجانب التدريبي. نعم. كان ديوان الزكاة بيمول التدريب بكل تفاصيله وتكاليفه، يعتبرون هو واحد من القضايا الاجتماعية. البطالة هي قضية اجتماعية ومسؤولية المجتمع ومسؤولية المؤسسات. نحن كمان بنضم صوتنا لصوتك، يعني بنكرر برضو دعوتنا لكل المؤسسات الخاصة ورجال الأعمال إنه يدعموا هكذا مؤسسات، لأنه الحكاية دي إسهامك يكون كبير جدا لما نتكاتف فيها. إحنا شاكرين لك جدا أستاذ سيف الدين الزبير نائب مدير جهاز تشغيل خريجين بولاية خرطوم، شكرا جزيلا لحضورك، أتمنى لكم التوفيق، وتحيانا لكل الذين يعني يقتنعون ويحملون ثقافة العمل الحر، بالتأكيد هو هذا المخرج لهم. نحن من ولاية الخرطوم حنمشي جنوب كردفان إلى الدلنج وإنسان السودان، نشاهد هذه الصورة الجميلة ومن ثم نعاود تكون معنا. الدلنج اسم لمدينة كبيرة في جنوب كردفان تسكنها أعراق مختلفة قدمت إليها من معظم مناطق السودان، شأنها في ذلك شأن غالب المدن الكبيرة التي امتزجت فيها الإثنيات والثقافات المتنوعة نتيجة للمصاهرة بين عدد من المكونات الاجتماعية. الدلنج الاسم الذي اشتهرت به المدينة وعرفت به بين الأمصار في حقيقة الأمر أخذت اسمها من قبيلة الدلنج، أولى القبائل التي سكنت في هذه المنطقة عقب هجرتها إليها من شمال السودان في حقب تاريخية موغلة في القدم، وهي تنتمي أصلا إلى العناصر النوبية في الولاية الشمالية. تتميز القبيلة بتراثها الشعبي المتفرد الذي توارثته أبا عن جد، واشتهرت به من بين القبائل التي تعيش في هذه المنطقة. وهذا التراث الشعبي لقبيلة الدلنج أشبه بالألعاب الشعبية التي تمارسها القبائل النوبية في شمال السودان، الأمر الذي يؤكد انتمائهم إلى الشمال.
واشتهرت القبيلة بالسماحة وكرم الضيافة والقبول بالآخر والنهي بنفسها عن الصراعات. هذه الصفات إحدى العوامل التي أكسبها حب الآخرين، وكانت إحدى الأسباب التي دفعت عددا من القبائل إلى التوافد إلى المنطقة واتخاذها مكانا للعيش. تمارس القبيلة فنونا وألوانا من الرقص الشعبي، وعلى ألحان الحكامات تصاغ كلمات تمجد تراث القبيلة وتدعو إلى الحب والاحترام والتعايش السلمي بين القبائل، كما تدعو إلى الشجاعة والكرم والترحيب بكل قادم إليها. وضرب الطبول وعلى أنغامها يتدفق الحماس، وهو فن له معاني في حياة الدلن. فرسان القبيلة الذين شبوا على تراث القبيلة لا يتركون مناسبة اجتماعية دون إظهار أنواع القوة والفتوة باستخدام الأسلحة التقليدية، إضافة إلى ممارسة ألوان من المبارزة والمصارعة مع بعضهم البعض لاختبار القوة، استعدادا لصد أي هجوم والدفاع عن القبيلة والحفاظ على أمجادها التاريخية. فناجين القهوة هنا ليست لشرب القهوة فقط، ولكنها اتخذت أيضا وسيلة لإصدار أصوات موسيقية تتماشى مع ألحان الأغاني الشعبية، وهي طقوس خاصة لا توجد إلا عند هذه القبيلة، وتمارس مثل هذه اللعبة في كل المناسبات الاجتماعية. في مواسم الحصاد تفرد أيام بلياليها لممارسة الألعاب الشعبية التي تعرف باسم أعياد السبر، والتي يأتي إليها أفراد القبيلة منتشرين في أصقاع ومدن السودان المختلفة للتمتع بالألعاب الشعبية وممارسة الهوايات المفضلة، وغالبا ما تتزامن مع أعياد الأضحى المبارك. وتبقى الفنون الشعبية من رقص وغناء وغيرها من الموروثات الشعبية الأصيلة بالرغم من زحف الحداثة ولهث الناس خلفها. أهلا بكم مشاهدينا، وأهلا بكل اللي بتابعونا من خلال هذه الحطات الصباحية المختلفة والتجوال في السودان المختلف. وأكيد لكل يوم ذاكرة ولكل يوم تاريخ يميز عن اليوم الآخر ومجموعة من الأحداث الخير. نعم، حدثت في مثل هذا اليوم 7/7 في أعوام كثيرة جدا، حنشوف ونرجع تاني.
اهلا بكم مشاهدينا واهلا بكل اللي انضموا لمتابعتنا دائما ابدا من خلال هذا الصباح. من رحم المعاناه يولد الابداع، انسان كفيف ولكن بمهنه نجار. مجموعه من التفاصيل الجميله والقيم الرائعه التي سنتعرف عليها من خلال هذا التقرير القادم. تحدى الإعاقة بقوة الإرادة وتجاوز عثرات الطريق المظلم ليشق طريقه بخطى واثقة. فعبد الله الأربعيني الذي أصيب بمرض الملاريا وعمره لا يتجاوز 4 أشهر اختار حرفة النجارة. لمع اسمه في عالم الحرفيين بإثبات جدارته في تحدي الإعاقة واجتياز الصعاب. أنا عمري 4 أشهر اتكفيت، جاتني ملاريا أثرت على السمع، اتمرحلت تاني بيبقى في نظام حولة في العين، يعني انت مثلا يميني بعين لك بالحولة. لما عملت عملية نظري بعيوني يعني ثبتت، يعني بعين لك كده بيقول ده ما كفيف، لكن هي من جوا شوية تعبانة أسي يعني كفيف جزئي. برضو الأسرة كان شنو العطف بتاعها موجود. لما جيت المركز وتعلمت الحاجات اهو هنا في المركز، الحركة الأعمال اليدوية كلها، شغل الصدف، شغل الخزف، شغل النجارة، تمام، ما في أي صعوبة النجارة. على الرغم من فقده للبصر إلا أنه لم يستسلم لهذه الإعاقة، فواصل مسيرته المهنية باختياره حرفة النجارة على أمل أن يتعلم ويصبح معلما محترفا في هذه المهنة، وكان له ما أراد. اتعلمتها في كان في كورس عاملينه هنا في المركز اللي هي كانت زي 3 شهور. في ال3 شهور دي الحمد لله بقيت يعني زي ما بقولوا أول الدفعة، تمام، زي الشغل بتاع المدارس العادية وكده، تمام. تاني عملت نظام كورس تاني برضو جيت أول الدفعة، يعني الكورس متقدم اللي هو كان فيه شغل بدائي وبعد ذاك شغل متقدم. الحمد لله بقيت تاني شنو اتدرجت لبقيت مساعد معلم، تمام. حتى بعد ذاك جيت اتمرحلت انه بقيت معلم هنا يعوم في المركز. من رحم المعاناة يولد الإبداع، ورغم خطورة أدوات النجارة إلا أنه لم يعرف الكسل والخمول في هذه المهنة التي ظل وفيا شغوفا بها منذ صغر سنه بتطويعه للخشب، لافتا نظر المحيطين به. ما في أي صعوبة النجارة، النجارة هي عندها معدات نفس النجار المبصر بنشتغل بها نحن المكفوفين، اللي هو بس عندنا بنختلف معه في حاجتين اثنين، اللي هو المتر والقلم. المتر بتاعنا بالبرايل باللمس، تمام. القلم بتاعنا بدل القلم الرصاص عندنا الشنكار، بحفر وين في الخشبة بخط الزاوية بتاعت العلام. مثلا دار اصمم لي ترابيزة اراهن بها مبصر، ادق بها الواطة حق هذا المبصر ممكن تتفك، ليه؟ لانه اساسا بتكون بها مسامير ساي، لكن انا بتاعتي بتكون شنو بغيرة، الغيرة طبعا اقوى من المسمار. آلاف من المكفوفين الذين استطاعوا التميز في مهن التجارة والتعليم والإعلام والفنون، خاصة الموسيقى والغناء، لكن أن يكون الكفيف نجارا فهذا نوع جديد من التحدي والإبداع. ليست الإعاقة هي نهاية المطاف، ولكنها دافع للتحدي والإبداع، هكذا جسدها عبد الله الذي برز اسمه ولمع في عالم الحرفيين بتطويعه للخشب وإعطائه درس مجاني للمبصرين والمكفوفين بأن الإعاقة ليست هي فقدان البصر ولكنها إعاقة في البصيرة. سارة طيب، الشروق، الخرطوم. شكرا جزيلا زميلة سارة الطيب، وأنت دوما ما تبدعين من خلال هذه الشاشة الشروق بمختلف التقارير المميزة والجميلة والتي تفتح آفاق من الجمال والتميز في مختلف المناحي الاجتماعية والحرفية والثقافية والفنية وأيضا الإخبارية. شكرا ودمت دوما ما تقدم الجميلة والجليل. ساعتنا الأولى انتهت في صباح الشروق، فاصل قصير من بعده نعود إلى النصف الثاني من هذا البرنامج.
كرما خليكم معنا. يسعد صباحكم مشاهدينا، اهلا ومرحبا بكم، مرحبا بكل اللي انضموا لنا في ساعتنا الثانيه من خلال صباح الشروق ومجموعه من الاخبار السياسيه والرياضيه. اكيد معانا شروق نت بعد الفاصل. مرحبا بكم مشاهدينا في الشروق نت، وتقبلوا بداية تحايا كل زملائنا في موقعنا على الشبكة العنكبوتية، كل الزملاء الصحفيين والمحررين اللي بيجتهدوا انه دائما نكون نحن في الحدث ومع الحدث من خلال الشروق نت. عدد من المواضيع وعدد من اشكال التفاعل، حدث وتصويت وشارك، وايضا جانب مقدر من مكتبة الشروق المرئية موجودة في هذا الموقع. معنا في هذه الفقرة الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ لؤي عبد الرحمن، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير. مرحبا بكم وبمشاهدي قناة الشروق. مرحبا بك. سيد صباحك بالخير. أولى الأخبار معنا، أطراف نزاع جنوب السودان توقع على اتفاق نهائي للترتيبات الأمنية. وقعت أطراف النزاع بدولة جنوب السودان يوم الجمعة بالعاصمة الخرطوم على الاتفاق النهائي لملف القضايا العالقة في الترتيبات الأمنية. وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير الدفاع ومدير عام جهاز الأمن والمخابرات ومدير عام قوات الشرطة السودانية والقيادات الجنوبية. وكانت الخرطوم استضافت جولة لتسهيل جهود الإيقاد لتحقيق السلام في جنوب السودان بمشاركة رئيس حكومة الجنوب سلفاكير والرئيس اليوغندي يوري وزعيم المعارضة ريال مشاك ورياك مشار عفوا ممثل الإيقاد وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين الذين حضروا وشاركوا في الجلسات الافتتاحية. قال وزير الخارجية الدردري محمد أحمد عقب التوقيع على الاتفاق أن السودان ويوغندا سيقومان بمتابعة التنفيذ على أرض الواقع، وتابع السودان ودول الإيقاد ينتظرون رؤية ما تم الاتفاق عليه واقعا ملموسا في جنوب السودان. هل هنالك عقبات يمكن أن تكون في التنفيذ بعد هذه العملية المستعجلة وضمان سلامة بنود الاتفاق من الخرق رغم الترتيبات السريعة التي تمت من خلال هذه التوقيعات؟ ربما هنالك عقبات ولكن يمكن تجاوزها. ما تم في جنوب السودان في الفترة الماضية هو يعني أحداث كبيرة جدا، اقتتال مشترك وغباين مشتركة. الأطراف تحتاج إلى بناء ثقة، لأن أحداث القصر الجمهوري في جوبا ومطاردة مشار إلى داخل حدود الكونغو وبعد ذلك استمرار المعارك أفقد الثقة بين الجنوبيين. لذلك يحتاج الناس إلى بناء ثقة في الأول، وبناء الثقة ليس كافيا فقط أن توقع له الاتفاقيات، ولكن يحتاج إلى خطوات عملية ويحتاج إلى ضمانات دولية تلزم هذه الأطراف بأن لا يتم يعني انتهاك هذا الاتفاق الذي تم توقيعه في الخرطوم. كذلك يحتاج الأمر إلى تدخلات دولية، لأن الآن هنالك أمطار في جنوب السودان ولأن هنالك انتشار واسع للقوات في كل المناطق، لذلك يحتاج الناس إلى دعم لوجستي لمتابعة هذا الأمر للمراقبة ولنقل القوات من داخل المناطق المدنية، وكذلك لنقل الذين تم الإفراج عنهم. وكل العمليات هذه تحتاج إلى أموال وتحتاج إلى لوجستيك لا يمكن توفيره فقط من السودان أو من دول الإيجاد، ولكن هنالك حاجة ماسة لتدخل المجتمع الدولي في هذا الأمر. نعم. ننتقل إلى خبر آخر أستاذ عبد الرحمن. جاء في الخبر الجنوبيون يلتزمون بإطلاق سراح جميع أسرى الحرب. نص اتفاق وقف العدائيات الذي وقعته أطراف نزاع جنوب السودان التزام الطرفين بإطلاق سراح كل أسرى الحرب والمعتقلين عبر منظمة الصليب الأحمر الدولي، بجانب الالتزام بمراعاة حرية تنقل المواطنين والسياح والخدمات والالتزام بفتح المعابر اللازمة للأغراض الإنسانية. وشملت الاتفاقية الترتيبات التي تسبق الفترة الانتقالية التي تنتهي بتشكيل ونشر قوات نواة مشتركة بين مختلف الفصائل الموقعة، وتشمل إخلاء المواقع المدنية كافة من كل المظاهر العسكرية بما يشمل المدارس، مراكز الخدمات، المنازل، معسكرات النازحين، القرى، الكنائس، المساجد ومراكز العبادة.
ونصت الاتفاقية على الفصل بين القوات وتجميع الأسلحة، بالإضافة إلى تجميع كل القوات في سكناتها الحالية على لا يقل تجميع أي مجموعة بأقل من كتيبة، ويكون التجميع في أماكن يمكن الوصول إليها. وفيما يتعلق بالالتزامات للفترة الانتقالية التي تمتد 36 شهرا وفق ما جاء في بيان الخرطوم، يعني إطلاق جميع الأسرى دي واحدة من أكبر الإشكاليات اللي بتهدد هكذا اتفاقيات. يعني إلى أي مدى هذا ممكن يكون ضمان قوي للطرفين إنه على جدية الطرفين في هذه المسارات؟ هذه خطوة جيدة من الأطراف بأن يتم الاتفاق على هذا الأمر، وهو بادرة حسن النوايا من كل الأطراف. وكانت هنالك خطوة سابقة بإعلان وقف إطلاق النار من سلفاكير ومن مشار، وتم تنفيذ هذا الأمر في كل المناطق. هذه الخطوة خطوة تعزيزية للاتفاق المشترك. وسبق أن تداول بعض النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي إطلاق صراح الناطق الرسمي باسم حركة مشار المعتقل في جوبا، والذي سلمته كينيا لدولة جنوب السودان في وقت سابق. وهذا يأتي تأكيد لهذا الخبر، وربما نشهد يعني خلال الساعات القادمة إطلاق سراح جميع الأسرى من كل الأطراف. هذه خطوة جيدة وتأتي في إطار تعزيز الثقة بين الأطراف حتى يستمر الجميع في تنفيذ الاتفاق الموقع عليه في الخطوة. طب أستاذ لؤي، يعني 36 شهر هي الفترة الانتقالية، بعدها يتم تكوين قوات مشتركة بين كل الفصائل بما فيها الحكومة. هل 36 شهر كافية جدا لرتق خلينا نقول النسيج الاجتماعي، باعتبار انه المشكله في اصلها في بدايتها كانت مشكله اجتماعيه؟ يعني هذا الامر كافي جدا، لان الان السودان وبمجهودات اقليميه وبتراضي من الاطراف انجز هذه الخطوات في اسبوع فقط. لذلك ليس صعبا على اطراف جنوب السودان ان يحققوا الاتفاق وان يحققوا السلام في بلادهم. وتاكيد هذا الامر ورغبتهم في السلام من خلال وجودهم في الخرطوم ومن خلال التوقيع على هذه الاتفاقيات كلها. لذلك لا أتوقع أن تكون هنالك صعوبة كبيرة في إنجاز السلام خلال هذه الفترة من الأشهر. عن الدمج للقوات يعني تحديدا ليس صعبا، لأن هذه القوات سبق وأن كانت في خندق واحد قاتلت مع بعض، يعرفون بعضهم البعض، وغالبيتهم يعني من مناطق مشتركة. لذلك إذا توفرت ضمانات وإذا كانت هنالك ثقة وإذا كانت هنالك إرادة من القيادات في الطرفين، هذا أمر سهل ولا أتوقع أن يكون فيه صعوبة، لأن فترة ما بعد توقيع اتفاق أديس أبابا التي عاد بموجبها رياك مشار إلى جوبا أكدت أن هذا الأمر سهل، لولا الخرق الذي تم في حادثة القصر الجمهوري والتي غادر بعدها مشار للخارج. مواصلة في الأحداث، فرقاء الجنوب يناقشون استحداث منصب رئيس وزراء ومجلس سيادة. بدأت أطراف النزاع في جنوب السودان التفاوض حول ملف اقتسام السلطة والثروة، وتقدم الوسيط السوداني الراعي للمفاوضات بمقترحات لتقليص عدد الولايات إلى 21 ولاية. وبحثت أطراف التفاوض استحداث منصب رئيس وزراء وتكوين مجلس سيادي من 7 أعضاء. شمل المقترح احتفاظ حكومة سلفاكير ب 17 وزارة، ومنح المعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار 8 وزارات. قال عضو منتدى إيقاد لتنشيط السلام في البلاد ستيفن لوال أن المقترحات تضمنت أيضا منح وزارتين للمعتقلين السياسيين وآخرين لأحزاب الداخل، وحقيبة واحدة لتحالف الأحزاب السياسية المعارضة. أضاف أيضا أن مقترح الوسيط تضمن تقليص عدد الولايات من 28 إلى 21 ولاية، مشيرا إلى إبداء الموافقة المبدئية بهذا الشأن من قبل مشار، بالرغم من مطالبة المعارضة سابقا ب10 ولايات. نتحدث عن اقتسام السلطة، هل يمكن أن يكون صاحب دور كبير من خلال المرحلة القادمة، أم أن يكون ممثل لعقبة جديدة من خلال هذه الصراعات الجنوبية؟ لا أتوقع أن يكون اقتسام السلطة مشكلة كبيرة للجنوبيين. المشكلة الكبيرة فقط هي المشكلة الأمنية والترتيبات الأمنية وبناء الثقة بين الأطراف، لأن كل هذه القيادات التي حضرت إلى السودان تريد سلام لأهل جنوب السودان الذين عانوا خلال الفترة الماضية. لذلك لا يمكن أن يكون اقتسام السلطة عقبة أمام تحقيق السلام. فقط هذه الأطراف تحتاج إلى ضمانات، وتحتاج إلى بناء ثقة، وتحتاج إلى تفاهم مشترك، وتحتاج إلى إقرار سلام في الأرض.
الوزارات أمر سهل جدا وليس صعب، ولكن الصعب هو الثقة المتبادلة، الصعب هو ضمان عدم إطلاق النار على أي طرف من الأطراف من الطرف الآخر، والصعب هو يعني انسياب الخدمات واستقرار المواطنين وعودتهم إلى مناطقهم الأصلية بعد النزوح وبعد اللجوء. طب نمشي لموضوع آخر، ترحيب بموقف سفارة واشنطن برفع اسم الخرطوم من قائمة الإرهاب. نقرأ في الخبر: رحب وكيل وزارة الخارجية عبد الغني النعيم باستعداد السفارة الأمريكية بالخرطوم للتعاون من أجل رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال النعيم إنه موقف ممتاز من القائم بالأعمال ستيفن كوتسيس، أي يؤكد استعدادهم لتهيئة الأجواء بين البلدين. وأضاف النعيم في تصريح لوكالة الأناضول: بلا شك أن السفارة الأمريكية في موقع يمكنها من الاطلاع على حقائق الأوضاع في بلادنا. وأشار إلى أن المسار الأول في خطة المسارات الخمس يعنى بالإرهاب، ونجح البلدان في تنفيذ الخطة ما أدى لرفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على البلاد. وزاد: هذا يعني إقرار وتقدير الولايات المتحدة لجهود البلاد وأنه لا يأوي الإرهاب. يعني احنا منتظرين بعد اشهر قليله اعلان قائمه جديده بالدول الراعيه للارهاب، وعطفا على ما يحدث وما يدور، يعني اتفاق الخرطوم بشان المصالحه الجنوبيه، وايضا نتوقع في الايام القادمات زياره وزير الخارجيه الدرديري الى الولايات المتحده الامريكيه. هل كل هذه المعطيات يمكن تدينا مؤشر ايجابي لانه فعلا في اللائحه القادمه سيخرج اسم السودان من هذه اللائحه، أم أن الوقت ما زال مبكر لهذا الحديث؟ هذا الأمر ليس ببعيد، لأن السودان خلال الفترة الماضية خطى خطوات جيدة في هذا الاتجاه. السودان عامل على مكافحة الإرهاب وله تعاون معروف وباين ومعلن مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع دول الإقليم. السودان كافح الهجرة غير الشرعية وكافح الإتجار بالبشر، وتم رفع اسمه خلال الأيام الماضية من قائمة الدول التي تتاجر بالبشر. وكذلك السودان له تعاون إقليمي مع دول الإقليم، مع أثيوبيا، مع جنوب السودان، وخير شاهد على تعاون السودان في إقرار السلام الإقليمي الدولي هو المفاوضات التي تجري في الخرطوم. لذلك الحكومة السودانية خطط يعني خطوات جيدة في هذا الأمر، وكذلك بعض الملفات التي لها علاقة بملف رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مثل التسامح الديني. الآن خلال الأيام الماضية تم تسليم بعض الكنائس التي كانت في السابق مغلقة ربما لبعض يعني المسيحيين من في الخرطوم وفي جنوب كردفان. وكذلك يعني هنالك خطوات في مسارات مختلفة، مسارات فنية تعلمها السلطات الحكومية تمضي بصورة جيدة في اتجاه رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. يعني السودان في القارة الأفريقية له دور قيادي ودور تاريخي كبير جدا يعني، لكن ظلت كثير جدا من الجهات تحاول أن تغيب عن هذا الدور، بعض المنظمات الدولية وبعض الدول ذات المصالح المختلفة. يعني الآن الإيجاد أعادت هذا الدور للسودان بثقتها في الخرطوم أنها تستطيع أن يعني أن يصل فرقاء الجنوب لاتفاق. ما المطلوب الآن من السودان كشكل خطاب سياسي للمنظمات الدولية ولبعض الدول حتى يستطيع فعلا يقوم بدور القيادي في القارة الإفريقية؟ ونحن دائما نتكلم عن استقرار السودان من استقرار إفريقيا. نعم، أنا أعتقد رغم هذه الخطوات الكبيرة في سلام جنوب السودان وفي السلام الإقليمي والدولي، هذه الخطوات أعتبرها بمثابة 50% من تحرك السودان. نعم. 50% الثانية هي إقرار السلام داخل السودان، أن تصل الحكومة إلى وفاق مع الحركات المسلحة في المنطقتين وفي دارفور. نعم. وأن يكون هنالك توافق مع المعارضة قوى نداء السودان وغيرها، وأن يكون هنالك سلام في الداخل. سلام الداخل ووحدة الصف الوطني هي التي ترفع اسم السودان، وهي التي تقوي السودان، وهي التي تعزز مواقف السودان إقليميا ودوليا. شكرا جزيلا أستاذ لؤي عبد الرحمن الصحفي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لحضورك لكل ما قدمته لي. شكرا لكم ولمشاهدي قناة الشروق. شكرا لك. لك التحية والتقدير، ونتواصل معكم مشاهدي الأكارم من خلال التجوال الصباحي لمختلف ولايات السودان النيل الأبيض، العمل من أجل إصحاح البيئة. بعد أن عانت لسنوات طويلة من تراكم ملحوظ للنفايات في المحال التجارية والمناطق السكنية، بدأت محلية كوستي بولاية النيل الأبيض تكثيف حملات لتنظيف الشوارع والأماكن العامة
بهدف إحداث تغيير منشود في واقع الحال لمحلية ترنو إلى تنمية صحية واقتصادية. احنا الآن بدينا حملة كبيرة جدا جدا في تطهير المصارف وإزالة النفايات من الشوارع الرئيسية والمصارف الفرعية والمصارف الرئيسية، والحمد لله الأخ المعتمد بجهد كبير جدا جدا باستنفار بعض المواطنين وعمال المجاري. احنا الآن مشتغلين في حدود 150 عامل لإزالة كل النفايات الداخل المصارف، وبتتباع عربات من مشروع النظافة. ووفق خطة طموحة تسابق السلطات المختصة الزمن من أجل الانتهاء من عمليات إصلاح البيئة وفتح مصارف الخريف بهدف إحداث اختراق حقيقي في مشروعات النظافة. المصارف الكبيرة هي مربوطة بالنيل، والآن يجري حقيقة تطهيرها وفتح كل الكباري وكل العبارات التي تؤدي إلى هذا المصرف. يعني ده من ضمن خطة المحلية واهتمامها بالبيئة بشكل عام. تم التركيز على حفر هذه المصارف وإيصالها بالنيل، أما داخل المصارف الفرعية الداخلية حتى لا تكون يعني أقل من انخفاض النيل، تم التركيز على تطهير وفتح العبارات. ويبدو أن المراقبة المستمرة من حكومة الولاية لعمليات إزالة النفايات من المناطق المختلفة قد تسهم في التخلص منها في الأيام القادمة. وفي الوقت الذي تسعى فيه جهات حكومية لتنظيف مصارف الأمطار والأماكن العامة، أعلنت منظمات وطنية تدشين برامج مختلفة للتوعية بقضايا البيئة، حيث أطلقت مجموعة النيل للثقافة والفنون بالنيل الأبيض بالتعاون مع حكومة الولاية حملة لرفع الوعي بأهمية المحافظة على نظافة مجاري الخريف وإصلاح البيئة بهدف الوقاية من الأمراض تلافيا لكوارث قد تحدث في الفترة المقبلة. هذا المصرف يمكن لمدة 20 عام لم يتم نظافته بهذا الشكل الآن يعني ملحوظ، وهو مربوط بالنيل. يعني أتوقع أن يعني كل المصارف الفرعية تصوف في هذا المصرف حسب رأي الفنيين إن شاء الله تعالى، ويجنب المياه، يجنب محلية كوستي أو مدينة كوستي المياه الممكن تكون يعني في بعض المواقع وفي بعض الميادين داخل المدينة. يعني أنا أقول حقيقة يتواصل للجهد في كل المصارف الرئيسة. ويعول الكثيرون على برامج متنوعة قد تسهم مستقبلا في رفع الوعي بأهمية المحافظة على نظافة البيئة وإحراز تقدم كبير في عمليات النظافة بالنيل الأبيض. صديق السيد البشير الشروق، ولاية النيل الأبيض، كوستي. مرحبا بكم مشاهدينا، الآن وصلنا إلى الملف الرياضي. طبعا نحن يعني أنا شخصيا يكون معكم واضح من يوم الخميس أنا كنت متفائل للبرازيل. إسراء عادل الله يديها الصحة والعافية نقت في الموضوع ده، البرازيل امبارح موضوعها انتهى يعني، فإحنا حزينين يعني لأن البرازيل غادرت المونديال. فحتكلم في الموضوع ده مواضيع تانية كثيرة كده، ولكن بعد قليل في الملف الرياضي، خليكم معنا. اهلا بكم مشاهدينا، وتعودوا في كاس عالم ثاني ان شاء الله. البركه في الجميع ان شاء الله. ونرحب بضيف من داخل الاستوديو الصحفي والمحلل الطيب علي فرح. يسعد صباحك بالخير. عليكم السلام، واحسن الله عزاكم. الله يدوم لله يا اخي. خلينا نتابع جدول المباريات الليله، احتمال يكون ما حاولت تمشي لفريق ثاني ولا خلاص؟ نشوف، بس ده الموضوع بقى شغل، بس بقى ما فيه شغف بعد كده خلاص، يعني نكون واضحين يعني. طيب نشوف جدول المباريات اللي حتلعب اليوم، من ثم نعاود للتحليل الرياضي، كونوا معنا. طيب مرحبا بكم، احنا هنبدا بالاخبار المحليه. احنا حاولنا نجيب موضوع كاس العالم ده لحد نهايه الملف الرياضي. الصراع المريخي وتضارب الاخبار والتصريحات حول الصراع الاداري، في ناس بيقولوا انه تم الوصول لاتفاق لمجلس وفاقي، والد الشيخ نفى الموافقه على اقتسام السلطه مع المجلس المنتخب. في الكواليس كده وين الحقيقه في الحصل ده كله يعني؟
هو يعني حقيقة صراع المريخ انه ما في كواليس، يعني انه هو مكشوف تماما للجميع، يعني الكل يعلم انه يعني عذرا للفظ انه من يعني من الصراعات الرجعية والمتخلفة جدا. يعني انا يمكن ان اتحدى يعني ابحث في كل دول العالم لن تجد صراع مثل هذا الذي يحدث في المريخ حاليا. هو صراع يعني لا كواليس فيه زي ما قلت لك، هو صراع اجندته العميقة وجذوره نابعة من صراعات شخصية. اثنين اتلاقوا في محفل واختلفوا بيكسروا في اي شيء حاليا. المريخ هو نادي كرة قدم بتنتمي له قاعدة جماهيرية كبيرة جدا. هو يستحق انه يكون في مؤسسية، حتى في الصراع مفروض انه يكون في مؤسسية، مفروض انه يكون في ديمقراطية حقيقية. الديمقراطية عموما في هذا البلد هي ديمقراطية شائعة، يعني في الغرب بتسمى الديمقراطية التي تجرها حصان. يعني زي زول سايق له حصان كده وركب له علامة بتاعت مرسيدس بيوري، وهي ما مرسيدس. يعني احنا بندعي انه بيمارس الديمقراطية ولا نمارسها. وحتى في الامور الوفاقية والحلول بتاعت الجودية بنجد انفسنا بنختلف. يعني الان الاختلاف في الاتفاق الاخير هي مشكلة. انا لا ادري كيف يعني ممكن نصل لحلها، لكن المتضرر النهائي هو نادي المريخ. طيب هل تتوقع انه المختلفين الان او المتصارعين ديل الان لو ادينا يزول فيهم فرصة، هل فعلا حيقدروا يديروا النادي ولا فكرة الصراع ده هي اي زول دار ينتصر لنفسه بس لوجهة نظر، يعني بغض النظر عن هو هل فعلا عنده القدرة قدرة التفكير والقدرة الإدارية والقدرة المالية انه يدير نادي كبير زي نادي المريخ؟ هو شوف يعني المجلس المنتخب يعني من بداية انتخابه وتوليه والعمل في المريخ يعني لاحظ الجميع يعني مدى الضعف فيه، بمعنى انه يعني رئيس النادي غائب تماما عن المشهد، هنالك مشاكل مالية كبيرة جدا، المجلس تقريبا عاجز عن الصرف على النادي، كمية من المطالبات بدأت تتكالب على نادي المريخ من محترفين سابقين. ده بيتكلم لك عن انه حتى المجالس السابقة لم تكن تقوم بالعمل الإداري على الوجه المؤسسي المطلوب. اللجنة التسيير المعينة هي تقريبا يعني مهمتها محدودة، من المفترض يعني على حسب قرار الوزير انه مهمتها محدودة في تسيير امور النادي واقامة جميع عمومية لانتخاب مجلس منتخب. فبالتالي بنلقى انه الجذور العميقة للمشكلة بتتجسد في انه المريخ لا يمتلك موارد تحميه من سيطرة الافراد. هو وتقريبا كل الأندية السودانية يعني هي تحت رحمة الأفراد وتحت رحمة الأشخاص وأمزجتهم، وهذا الأمر سيظل يعني ما لم تبحث الأندية عن موارد تسير بها عملها وتكون هي يعني هي الجاذبة للعقول وللشباب وللأفكار وللخطط والاستراتيجيات. مارسيال يأتي بسيف جديد للمريخ باعتبار أن الفيفا يعني تمنح آخر فرصة حتى 25 من هذا الشهر اللي يعني مستحقات سداد المستحقات للاعب، والمريخ موقوف من التعاقدات في العام القادم. يعني مشاكل المريخ ما شاء الله من جوا ومن برا كثيرة كل مرة، يعني نتكلم عن المستحقات، عن الفيفا، عن النظرة المستقبلية للمريخ بتراكم الأحداث. هو طبعا للاسف يعني قد يكون هنالك لاعبين اجانب لديهم مستحقات فعلا، لكن انا افتكر انه الغالبيه ليست لديهم مستحقات لدى المريخ، لكن يعني الطريقه التي استلموا بها يعني رواتب ومحافظهم خلال تواجدهم في المريخ لم تكن طريقه يعني مؤسسيه، لم تكن هنالك مستندات، لم تكن هنالك يعني اوراق يمكن ان يدفع بها النادي للفيفا لاثبات انه هؤلاء المحترفين على حقوقهم. ورئيس النادي السابق جمال الوالد تحدث انه مدرب المريخ ليس لديه مستحقات على النادي، لكن هذا المدرب يعلم تماما ان النادي ضعيف من الناحيه الاداريه ولا يمتلك ما يمكن ان يثبت ذلك، وهو يمكن ان يمضي قدما في شكوى وان ينال ما لا يستحقه.
ويعني سوف يظل المريخ يدفع الكثير من الفواتير. حتى الهلال مؤخرا سمعنا بانه الفيفا حكمت لمدربه الاسبق برضه بمبلغ دولاري ضخم. دي كلها نتيجة لعدم يعني اتباعنا للطرق المحاسبية الدقيقة في لكن دي أبسط في هذه التعاقدات يعني أبسط العمليات الحسابية التي تدار في أقل مؤسسة وفي أقل شركة. يعني هي المشكلة دائما في التعاقدات، يعني التسليم والتسلم والتعاقدات والصور والناس وغيرها. يعني هذه أبسط الأشياء، لا يمكن أن تقيس هذه على نادي. يعني هناك مشاكل في ما هو أبسط من ذلك، يعني في مشاكل في ما هو أبسط من ذلك. يعني العمل الإداري في الأندية السودانية هو أشبه بالعمل الطوعي، ليس هناك التزام كامل. بالتالي بتلقى إنه بتحدث مثل هذه الإشكالات، ما في موظفين متخصصين متفرغين للعمل الإداري المحاسبي وما سواه في عدد كبير من الأندية إلا القلة. يعني حتى الماسكين بالأمور المحاسبية في أنديتنا أندية القمة هم موظفين في مؤسسات تانية بيأدوا العمل ده من واجب التطوع ومن خلال علاقاتهم الشخصية مع الإداريين. يعني حتظهر الكثير من المشاكل على شاكلة الذي يحدث الآن في مطالبات أنا بفترض أنها غير مستحقة للاعبين الأجانب. طيب نمشي للدور الممتاز والجولة الأولى لدوري النخبة بالأبيض، هلال الأبيض يلتقي المريخ. هل حتتواصل انتصارات هلال الأبيض بعد خماسية الشراط القضارف ولا سيتعثر يعني كعادته في كثير من المباريات أمام المريخ؟ هو شوف يعني المباراة أنا أفتكر أنها صعبة جدا على لاعبي المريخ في ظل الأوضاع اللي بيعيش النادي حاليا. هم استطاعوا أنه يطمئن القاعدة الجماهيرية في خلال مبارياته في كأس السودان أمام إشراقة، لكن ده برضو يعني الناس ممكن ترجع لأنه يعني خبرة فريق إشراقة مقارنة بخبرة لاعبي المريخ يمكن أن يكون الفرق قد حدث هنا. لكن هلال الأبيض دائما ما يمثل عثرة ومشكلة للمريخ في سواء كان في الدوري الممتاز أو في كأس السودان، كلنا يعلم ذلك. بالتأكيد جماهير المريخ بتطمح بأن المريخ يواصل الانتصارات، لكن هلال الأبيض هو مستقر وهنالك فرق كبير جدا ما بين الأجواء في النادي هلال الأبيض وفي نادي المريخ، ربما تؤثر على نتيجة المباراة وربما لا تؤثر إذا كان لاعبي المريخ هم بعيدين عما يحدث حاليا وتركيزهم منصب حول عملهم الفني. ده فيما يخص المريخ. هلال الأبيض يمكن ده الاختبار الحقيقي هل فعلا كاريكا قادر على العطاء ولا استغناء الهلال عنه كان استغناء منطقي يعني من خلال المباراة دي. أنا أفتكر أنه يعني مباراة واحدة غير قادرة على الرد على هذا مباراة قمة كده يعني. نعم، لكن كاريكا لاعب وصل مرحلة النضوج الكروي، يعني بالتأكيد نحن كلنا عارفين مقدرات اللاعب كاريكا، وحتى طريقة مغادرته للهلال كانت طريقة متحضرة وطريقة تليق بالكابتن مدثر كاريكا. لا أعتقد أنه ممكن يكون هناك في أي يعني مشاعر انتقام قد تكون هي الدافع لمدثر كاريكا أو لمشاعر لإثبات الذات. الجماهير الهلالية هلال الخرطوم تعلم تمام مقدراته، إذا شارك أنا بفتكر أنه ممكن يمثل قوة إضافية لهلال الأبيض، وحتى إذا شارك ولم يقدم ما هو مطلوب يعني هو قادر على المستوى الشخصي. أنا بقول الرائد هو قادر على العطاء لموسم أو لموسمين قادمين على الأقل. يعني نادي هلال الأبيض فيه أجواء بتساعدك أنك تقدم زي ما شفنا في نموذج مهند الطاهر، استقرار كبير يعني. في استقرار وفي في في دافعية وفي جمهور وفي ولاء وفي ملعب جيد، فأنا بفتكر إنه دي كلها عوامل جيدة لتألق إلى الله. وفي قروش وفي قروش يا عشانك ما قصرت. يعني في افتتاح دوري النخبة هل يمكن للهلال أن يصالح جماهيره أمام مريخ الفاشر بعد الخسارة في سنار؟
هو طبعا دي مباراه مهمه جدا بالنسبه لفريقنا، لازم يصالح جماهيره. انا مفتكر انه يعني الدخول بهذا الدافع قد يعني يجعل الهلال يدفع الثمن. يعني الهلال فريق كبير بالتاكيد، هو عنده اهدافه في هذه البطوله، فعلا هو محتاج يصالح جمهوره، لكن المريخ الفاجر هو برضه من الانديه اللي قدمت مستوى جيد ووصلت لدور النخبه، فهي خصم شرس. الهلال عليه يعني ياخذ الحذر من هذا الفريق اذا اراد ان يضمد جراح الخروج من كاس السودان. انا بتوقع انه نشاهد مباراه مثيره، هو تحدي كبير جدا لمدرب الهلال الجديد وللعيبة، وفي نفس الوقت مريخ الفاشر هو أمام فرصة برضو مثالية لاستغلال يعني الروح المعنوية اللي يعني حدثت بعد خروج الهلال في كأس السودان، وأتوقع أنه يكون في الودية ويكون في سهر في هذا اللقاء. البعض كان يرى أنه خروج الهلال من كأس السودان يعني أنه في مبرر آخر، أنه والله الهلال ده يركز على الممتاز وعلى الاستحقاقات الإفريقية يعني، فإن صحت هذه النظرية ده ما بيصعب شوية مهمة المريخ الفاشر بعد الهلال جاي جاهز لهذه المباراة يعني ما في الربكة؟ والله هو طبعا كل من تابع المباراة يعني شاهد تماما انه في تراجع في الأداء الفني لفريق الهلال. برضو الهلال عنده مشاكل عدم الاستقرار الفني وتعدد المدارس التدريبية فيه، ودي بالتأكيد ليه أثر. يعني لا أعتقد أن الهلال يمكن أن يفرط، يعني أي نادي كبير بتلقاه أنه هو بيفكر في أنه يحصل على كل البطولات المطروحة. نادي الهلال بيمتلك عدد كبير من العناصر اللي بيخليه قادر انه يقاتل في العديد من الجبهات. انا بفتكر انه البدايه السيئه لفريق الهلال ممكن نرجع لاسباب فنيه بحته، هنالك تراجع فني يجب الاعتراف بالمشكله، والاعتراف بالمشكله دائما بيكون هو بدايه الحل. هل يمكن ان نسمي مباراه اليوم بانها مباراه متكافئه ما بين حي العرب بور سودان واهلي مروي؟ هو طبعا اهلي مروي بيعاني من نفس ظروف الهلال، هو خرج من كاس السودان امام الاهلي شندي، بالتاكيد هو يرغب في التعويض وتقديم مستوى جيد، هو كان من الانديه اللي يعني قدمت نفسها بطريقه جيده جدا للجماهير في اول مشاركه لها في بطوله الدوري الممتاز. خروجه من كاس السودان قد يعني يجعل هذا الفريق يمتلك دافعيه اكثر في انه يحصل على نقاط اليوم في ملعبه وامام جماهيره. حي العرب بور سودان جاي بشكل جديد وبجهاز فني جيد، انا بفتكر يقود المغربي هيدان، وهي مباراه ممكن تكون متكافئه فنيا لكن غير متكافئه من ناحيه الدوافع، لكن في النهايه يعني الاهداف واضحه لكلا الفريقين اللي هي الحصول على 3 نقاط. طيب في دوري العاشر امس برضه كان في عدد من المباريات، وتهاشم سنار يعني المنتشي بانتصاره في كاس السودان يتخطى مريخ كوستي بهدف، كيف تابعت المباراه دي؟ في ملعب المريخ كوستي، وتهاشم سنار طبعا معنويات الفوز على الهلال، والفريق كان بيلعب منقوص، يعني تم طرد لاعب تقريبا قبل اقل دقيقه من بدايه المباراه، طرد احد اللاعبين، لكن استطاع انه يواصل واستطاع انه يحصل على نتيجه اللقاء ونقاطه من هدف تقريبا سجل من ركله جزاء. بالنسبه لمريخ كوستي بنلقى انه يعني توافقت هذه الهزيمه مع الاستقاله التي دفع بها الاستاذ يوسف ابو حميد من رئاسة نادي المريخ كوسي. دائما يا محمد بنلقى انه للمشاكل الإدارية دور في تراجع الأندية، بتنعكس بسرعة على اللعيبة، بالتأكيد بتنعكس بسرعة. يعني توقيت الاستقالة مع بداية مباريات الفريق أنا بفتكر انه غير موفق. انا اعرف احنا ولوفين والله، يعني في الدوريات البرع النادي كله بيتباع كده، بيتغير الطاقم الإداري بتاعه كله، وبتلقى مستواه الفني ما بيتأثر كثير يعني في الحكاية دي. بالتأكيد هو طبعا يعني اسأل اي متابع الان للبطولات الاوروبيه، لو اخذنا الدوري الاسباني مثلا قول له من هو النائب رئيس
شغال بالموضوع ده كثير يعني. ما بيعرف يعني ولا بيعرف الامين العام ولا يعني هنا بنعرف يعني تقريبا الطاقم الاداري كله من اعلى واحد لاقل واحد هم اكثر ظهورا واكثر نجوميه حتى من اللاعبين يعني. العمل الاداري يعني مفترض انه يكون في حدود العمل الاداري يحتاج للاجاده ويحتاج للتخصص والعمل الفني ايضا يعني، لكن هنا بنلقى انه بيختلط الحابل بالنابل لذلك بتحدث المشاكل وبتحدث الانتكاسات دي. نتحدث عن فوز الامل على مريخ نيالا بهدف عبد جابر. هو طبعا يعني في دوري العشره انا بسميهم العشره المهددين بالهبوط، وما يعني بالتاكيد انا بفتكر انه حيكون في وسارة وفي ونديه ربما تكون يعني اكثر من الموجوده في دور النخبه. العشر انديه بهدف واضح هو تفادي الهبوط من منظومه الدوري الممتاز. يعني فريق الامل فريق من الانديه اللي يعني انا شخصيا تحسرت لعدم تواجده في مجموعه النخبه. بالتاكيد هو حيكون عايز يحافظ على حظوظه وتواجده في الدوري الممتاز للظهور مره اخرى في الموسم المقبل في دوري النخبه. مريخ نيالا برضه يعني الخساره في هذه المرحله من البطوله اي خساره يصعب تعويضها، لانه البطوله قدر ما هي ماشيه الايام متقدمه حتصعب المواجهات فيها، وكل الانديه حتكون بتحاول التمسك بقشه النجاه. مباراة الوافدين الجدد للممتاز يعني تعادل حي الوادي نيالا مع كوبر. هو طبعا حي الوادي نيالا وكوبر اي واحد فيهم بيكون عايز في نظرية الصعيد هابط، اي واحد فيهم بيكون عاوز يعني يبقى في الدور الممتاز، لأن الوصول للدور الممتاز يعني امر ليس بالساهل. يعني انا بتمنى انه يعني يعني كل الأندية يعني تجتهد في بداية البطولة دائما حتى لا تضع يعني نفسها في مثل هذه المواقف وتبدأ تبحث عن قشة النجاة زي ما قلنا. ويعني ما يحدث الآن للناديين هو يعني بالتأكيد يعني نتيجة ربما لضعف الخبرة الفنية والإدارية، لكن برضو زي ما قلت لك يعني دوري العشرة هو حيشهد مباريات مثيرة وحيشهد مفاجآت كثيرة جدا. ماذا تتوقع في مباراة أهل عدبرة وأهل الخرطوم؟ ماذا أتوقع؟ أهل الخرطوم طبعا يعني أنا كنت متابع جدا وكنت معجب بالمشروع يعني زي ما هم سموه. هم كانوا بدوا في مشروع بقيادة الكابتن هيثم مصطفى، وكنت بسمع لتطمينات من الجهاز الإداري بأنهم حيواصلوا في هذا المشروع يعني الذي يعني لن توقفه العثرات اللي حصلت للفريق في الدوري الممتاز. لكن للأسف يعني أهل الخرطوم واصل في نفس المنوال يعني التقييم السريع لنتائج المدربين. وانا شخصيا لا اعلم ماهيه الخلاف بين الكابتن هيثم مصطفى ونادي الخرطوم، لكن ما اعلم انه كان من المفترض يعني محاوله تخطي كل شيء من اجل المواصله في بناء فريق قوي، لانه الاهلي الخرطوم يمتلك عناصر جيده جدا، يمتلك مجموعه من الشباب الواعدين اللي لهم مستقبل. انا بتمنى انه الكابتن مازه يوفق في مواصله هذا العمل ويوفق في مواصله مشروع اهلي الخرطوم. يعني انا شخصيا دائما لا احاول أنا اتوقع النتائج، لكن عشان ما بقول لك زي صراع عادل، لكن انا افتكر انه الخرطوم هو الاقرب. دائما في حضور الاجهزه الفنيه الجديده بيحاول اللاعبين دائما تقديم افضل ما عندهم لتقديم انفسهم بصوره جيده لمدربهم الجديد. اذا واحده من مباريات العشره هلال كادوغلي والشرطه القضارف، المباراه حتكون في الابيض يعني. شرطة القضارف من يعني من الأندية اللي كان بدأت الدوري الممتاز بقوة، شكلت يعني قوة ممكن نقول إنها يعني لا يستهان بها، لكن تفريط النادي في عدد من النجوم وبالإضافة للمشاكل الفنية
مشاكل تغيير الجهاز الفني ربما أثرت في مستوى الفريق. بنتمنى إنه حتى الموسم الفات يعني نفسهم ما كان طويل يعني برضو بدوا الموسم بحماس كبير لكن في نصف الموسم بدوا شوية يتراجعوا يعني. بالتأكيد نعم لكن مو معلق على الفريق حتى الآن يعني ممكن أقول إنه هو في مرحلة إنه بيبحث عن امتلاك الخبرة في بطولة الدوري الممتاز. هو له 3 مواسم حاليا موجود في الدوري الممتاز و يعني تصاعد وهبوط المستوى دائما بيمنحك الخبرة اللي انت محتاج ليها عشان النفس الطويل طبعا يعني امر مهم لكن برضو النفس الطويل بيحتاج لانه يكون في استقرار على المستوى الاداري على المستوى الفني ودي حاجة غير موجودة في غالبية الأندية السودانية. ندخل الى الملف العالمي والبداية بخسارة البرازيل. نتحدث في هذا الشأن عن هذه الكرة. الشياطين الحمر تسرق أمل البرازيل من خلال مباراة البارحة. لا الشياطين الحمر برام لدقيقة كذا إحنا نبدأ بالبرازيل. كويس. البرازيل وبلجيكا. يعني كانت واحدة من المباريات. بلجيكا مع الشياطين الحمر. الناس متوقعين. زعلان شديد. الأرجنتين هنا والله شنو تسرق أمل الأرجنتين. خلينا نطلع بدري انت زعلان شديد طيب كده واحده يعني مباراه امبارح دي في ناس كتار كانوا متوقعين انه تكون من اجمل المباريات وفعلا كانت لكن مستوى البرازيل من بدايه المباراه ولا حتى كان مستواها في المباريات السابقه يعني يعني شوف التطور الخططي اللي الحاصل في اوروبا انا بفتكر انه هو كان له اليد الطولة في مباراه الامس يعني الأندية اللاتينية ويعني تقريبا أمريكا اللاتينية هي كثيرة ما تشبه يعني القارة الأفريقية دائما ما تعتمد على الـ على الـ يعني على الأسماء يعني بنلاقي إنه كل المنتخبات اللي اعتمدت على أسماء معينة هي خرجت بينما كل المنتخبات اللي كانت بتعتمد على التخطيط وعلى اللعب الجماعي هي الموجودة حاليا يعني ويعني بلجيكا كنموذج بنلقى إن هي يعني بالأمس كان واضح جدا إن هي بتعتمد على خطة واضحة جدا كل الفريق بيدافع بنفس المستوى وكل الفريق بيهاجم في تواقيت يبدو إنه متفق عليها تماما واستطاع إنه يحصل على النتيجة ويضع البرازيل خارج البطولة. التطور الخططي في أوروبا اللي هو طبعا نتائج التطور في كل شيء في أوروبا هو ساعد بلجيكا في إنها تكون لها اليد الطولة في مباراة الأمس. بلجيكا في سنة 2000 يا محمد نظمت دوري أبطال أوروبا رفقة هولندا وخرجت من الأدوار الأولى يعني بفتكر أنه دي كانت هي النقطة المفصلية اللي بدت منها بلجيكا تبني في هذا المنتخب يعني هؤلاء اللاعبين شاهدناهم مبارح كانوا ظهروا جميعهم في برنامج اكتشاف المواهب واحد الصحفيين تنبأ بانه هؤلاء اللاعبين حيحققوا بطوله كاس العالم في هذا العام تحديدا 2018 هو الذي يحدث الان يعني نفس المجموعه ده بيدل على انه كان في بناء كان في تخطيط كان في تخطيط وكان في اهتمام بشكل تخطيط دواعي لانه الموضوع سبق ابطال اوروبا كده يعني. نعم بقى ابطال اوروبا و يعني نعم يعني احنا هنا في افريقيا دائما زي ما قلت لك بنحب النجوم بنحب السوبر ستارز بنلقى انه المتعه يعني قد تغيب اذا نيمار بيجا ما فيه وميسي بيجا ما فيه وكريستيانو بيجا ما فيه لكن كره القدم تغير جلدها اصبحت تعتمد على الخطط اكثر يعني للاسف يعني انتهى زمننا لليوم لكن في اقل من ثواني فرنسا وخروج اورجواي عشان بس ما كل الناس تزعل هو نفس الشيء هو يعني الكره اللاتينيه والكره الاوروبيه يعني وضح التطور الكبير اورجواي اعتمدت جدا على القوه البدنيه وعلى يعني طرق تقليديه جدا للحصول على نتيجه المباراه لكن فرنسا استطاعت انه تمتص حماسهم وتهزمهم باقل مجهود يعني حتى المباراه كانت قد تبدو للبعض رتيبه جدا لكن هكذا ارادتها فرنسا وحققت المراد النتيجه حتى في كاس العالم في المباريات الجايه طبعا بشجع بلجيكا تشجع بلجيكا طيب كثر خيرك وبارك الله فيك شكرا جزيلا طيب على الفرح الاهداف ونعتذرك جدا يا احمد ناجي شكرا جزيلا طيب شكرا لك شكرا جزيلا
وصلنا ختام هذه الحلقة بالتأكيد. ختاما تقبلوا تحايا فريق العمل الذي سعدنا جدا ونحن نقول جهدهم، وأنا مستعد لتقبل التعازي في صفحتي على الفيسبوك يعني إن شاء الله في مقصد البرازيل. حتى الملتقى بإذن الله تعالى غدا، فريق عمل جديد ولقاءات أجمل أجمل الأهداف. هي خير ختام لهذه الحلقة، في أمان الله.